اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات ومن هو نجم المباراه الاهلي وطنطا. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبروك. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللاعبين والجهاز الفني. بالتاكيد مباراه كلها مكاسب، مكاسب كثيره جدا النهارده حققها النادي الاهلي من الفوز. يمكن احنا كمان قلنا قبل المباراه ان هم نادي طنطا عندهم مشكله ان هم بيخشوا للمباراه متاخر، ان هم في اول نص ساعه ما بيسجلوش اهداف واستقبلوا 7 اهداف من 14 في اول نص ساعه تحديدا، وده فعلا اول 10 دقائق في الدقيقه 11 النادي الاهلي بيسجل الهدف الاول، ده فتح المباراه. وكمان اخر ربع ساعه هم عندهم تراجع بدني واضح خاصه مع تتابع المباريات. يعني حتى في الرسم البياني اللي كنا استعرضناه هنلاقي ان هم استقبلوا في اول نص ساعه 8 اهداف، وفي اخر ربع ساعه دلوقتي بقت برضو 8 اهداف، يعني 16 هدف من اصل 19 هدف في اول ربع في نص ساعه وفي اخر ربع ساعه اللي هو اللي حصل النهارده. يعني هم بيخشوا المباراه متاخر قوي وفي اخر ربع ساعه عندهم تراجع بدني. ادي الاحصائيه قدامنا على الشاشه، هنلاقي ان هم اول نص ساعه 8 اهداف واخر ربع ساعه 8 اهداف. فده اللي يمكن اللي احنا قلناه قبل المباراه. طبعا اول مكسب للنادي الاهلي النهارده هو الفوز ال11 على التوالي، بيخليك في صدارة الدوري، بيبعدك عن أقرب المنافسين. فوز يعتبر أنا بشوفه يمكن هو مش بمجهود كبير أو بأقل مجهود، ولكن دي سمة الفرق الكبيرة أن أنت ما بتفقدش أي نقط، دي حاجة مهمة جدا في ظل تتابع المباريات. بتسجل 5 أهداف وبتوصل للهدف رقم 33 في 11 ماتش، يعني معدل 3 أهداف في المباراة الواحدة كأقوى خط هجوم. مش بس كده، ده يمكن من سنين النادي الأهلي ما كانش بيعمل الهيفي سكور ده. الهيفي سكور احنا عملناه ده المره الخامسه اللي نعمله. يعني ايه هيفي سكور؟ يعني ثلاث اكتر، يعني انت النادي الاهلي بيكسب 3 اهداف او اكتر. اتحققت النهارده على طنطا 5 اهداف، اتحققت السنه دي قدام اسوان 5 اهداف، اتحققت قدام الجونه 4 اهداف، اتحققت قدام الاتحاد 4 اهداف، واتحققت قدام الانتاج الحربي. يعني كل المباريات دي كسبنا فيهم في فوق الثلاثه، وكمان كان في مباراتين ثلاثه اللي هو نادي مصر ووادي دجله. فاذا الهيفي سكور دي بتاكد الشراسه الهجوميه الموجوده عند النادي الاهلي والقوه الهجوميه الكبيره. يمكن كمان النادي الاهلي النهارده من ضمن النقطه الثانيه بقى اللي تفوق فيها ان النادي الاهلي تفوق في كل شيء في المباراه. في الاستحواذ نسبه الاستحواذ عند النادي الاهلي 65% مقابل نادي طنطا 35%. عدد التمريرات بتاعه النادي الاهلي 673 تمريره مقابل نادي طنطا 345. نسبة دقة التمريرات برضو تفوق فيها النادي الأهلي 86% مقابل 75%. نركز بقى على الرقم المهم في المباراة النهاردة وهو المحاولات على المرمى. ديت تعتبر أكتر مباراة هذا الموسم للنادي الأهلي محاولات على المرمى، بالتساوي مع مباراة الجونة اللي احنا لسه قايلين اللي هي انتهت بفوز النادي الأهلي 4 أهداف. النادي الأهلي عمل كام محاولة في المباراتين؟ 20 محاولة على المرمى، رقم كبير جدا. 20 محاولة على المرمى، محاولات صحيحه 11 من 20، عدد العرضيات 18 مقابل نادي طنطا ما راحش على الجون غير 5 محاولات، كان ما بينهم 2 بس ما بين الثلاث خشبات اللي هي اون تارجت. عدد العرضيات بتاع نادي طنطا 6 عرضيات. فالنادي الاهلي طبعا تفوق في كل شيء زي ما قلنا، الفوز ال11 على التوالي، قلنا كمان سجل النادي الاهلي بيواصل الهيفي سكور اللي بيحققها، تفوق في كل شيء في ارقام المباراه. المكسب كمان الاهم والاهم والاهم هو كهربا. الفولت النهارده كان عالي ونزوله يستحق عليه رجل المباراه. من يمكن هو نزل في الدقيقه 59، يعني لعب 31 دقيقه بيسجل هدفين وبيصنع هدف. احنا قلنا هنا قبل اول ما كهربا انضم في التحليل بتاع كهربا، قلنا ان كهربا بيديك ميزه مهمه جدا وهي التهديف. قدرات كهربا التهديفيه، واستعرضنا ارقامه وقلنا ان كهربا هداف هداف. ميزته ان هو بيتحرك بدون كوره بشكل مميز جدا جوه ال18. يعني النهارده تاني اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى بعد حسين الشحات بفضل تحركاته بدون كوره. كهربا احسن واحد بيتحرك بدون كوره في الحته دي وهداف. لو بستعرضنا ارقامه هنلاقيه لاعب 31 دقيقه مسجل هدفين وصنع هدف، يعني مساهم في 3 اهداف من 5 في المباراه في نص ساعه لعبها. تاني اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى في نص ساعه لعبها، لعب 3 محاولات والثلاثه كانوا داخل منطقه الجزاء بنسبه دقه 100%، يعني الثلاثه ما بين ال3 خشبات اون تارجت. أهدر فرصة محققة 1، نسبة دقة تمريراته القصيرة 75%، عدد التمريرات الطولية 2، نسبة دقة التمريرات الطولية 50%، وارتكب خطأ 1. فكهربا بالأرقام دايما قلنا إن كهربا ميزته إن هو فعال مؤثر، بتكسب جناح مهم جدا
تحضير لمباراة النجم الساحلي، انت محتاج واحد يلعب في جناح شمال، خاصة ان رمضان صبحي ان شاء الله يلحق المباراة، حتى لو لحق هيبقى هياخد جزء من المباراة، فانت محتاج واحد زي كهربا يعني يفيدك في المركز ده، لان كهربا يعني فعال مؤثر زي ما شفنا بيجيب هدفين النهاردة وبيصنع هدف، لعيب مؤثر وفعال وبيتحرك بدون كرة بشكل مميز جدا، ولعيب دولي مهم جدا، مكسب كبير جدا، اهم مكسب في المباراة النهاردة هو كهربا. رقم اثنين برضو من المكاسب احمد الشيخ، احمد الشيخ ده الهدف الثالث ليه في الدوري في الموسم ده. ارقام احمد الشيخ طبعا النهارده قدم مباراه كويسه جدا، لعب 90 دقيقه، مسجل هدف، صنع فرصه لزملائه واحد، واخد ضربه جزاء. فانت بتتكلم في لاعب جاب جون وتسبب في ضربه جزاء، يعني مساهم في هدفين. محاولاته على المرمى 3 بس، الثلاثه منهم واحده بس اللي صح، نسبه دقه محاولاته 33.3. اهدر فرص محققه، دي النقطه اللي هي السلبيه في احمد الشيخ النهارده، ان هو ضيع فرصتين، ولكن المراوغات الناجحه طبعا زي ما قلنا هو مسجل هدف وتسبب في ركله جزاء. المراوغات الناجحه بتاعت احمد الشيخ 2. احمد الشيخ كمان اكتر لاعب حصل على اخطاء في المباراه 4 اخطاء، وده رقم كويس جدا. قطع الكوره، اكتر لاعب قطع الكوره في الرباعي الامامي، دايما بنقول الرقم ده لاحمد الشيخ، ودي الميزه اللي قد تكون فايلر بيفضل دايما او مقتنع بزياده باحمد الشيخ. ليه؟ لان احمد الشيخ دايما اكتر لاعب بيقطع الكوره، دايما بنقول الاحصائيه دي بعد المباريات، احمد الشيخ اكتر لاعب بيقطع الكوره في الرباعي الامامي 6 مرات، فقد الكوره كتير برضو 7 مرات قدامنا على الشاشه اهو. اكتر من حصل على اخطاء 4، عمل 5 عرضيات منهم 3 صح، ونسبه دقه تمريراته القصيره 84.6، عامل تمرير طولي 1 بنسبه دقه 100%، وبالتالي ارقام احمد الشيخ كانت مميزه، بيحرز هدف، ده الهدف الثالث في الدوري رغم ان هو ما لعبش كتير، وبيحصل على ركله جزاء. برضو علي معلول، علي معلول النهارده بيتصدر قائمه الاسيست في الدوري، يمكن علي معلول ما كانش في الدوري مش في النادي الاهلي، في الدوري 5 اسيست، ما بالتساوي مع عبد الله السعيد ويوسف اوباما، الاثنين 5 اسيست، بيجي بعدهم محمد مجدي قفشه 4 اسيست، وبرضه متسبب في ركله جزاء محمد مجدي قفشه، ولكن اللي بيتصدر القائمه حاليا علي معلول برصيد 5 اسيست كالعاده، كعاده كل موسم علي معلول هو اللي بيتصدر بقائمه الاسيست في الدوري المصري. يمكن علي معلول بيسترجع نوعا ما مستواه، الماتش اللي فات كان غير موفق تماما، النهارده بيستعيد مستواه، اكتر لاعب كمان بيعمل تمريرات طوليه من ورا من الخلف، عامل 20 تمرير طولي، رقم كبير جدا. كم واحده صح؟ 12. كويس جدا، 12 من 20 صح، ده يعني ارقام علي معلول. واكتر لاعب عامل كرات عرضيه النهارده في الماتش، احنا معانا ارقام معلول وهاني، هنلاقي ان معلول لو بصينا عليها هنلاقي ان معلول عامل 8 عرضيات، 3 منهم صح، ادي الارقام هي قدامنا معلول وهاني في المباراه النهارده. معلول طبعا صنع هدف، محمد هاني ما صنعش. عدد التمريرات القصيره الصحيحه لمعلول 49، عدد التمريرات الخاطئه اكتر شويه 6 تمريرات خاطئه قصيره، رقم كبير شويه من معلول. ايوه، عدد التمريرات القصيره الصح عند محمد هاني 46، واحده بس اللي خاطئه. عدد التمريرات الطوليه معلول عامل 20 تمرير طولي من ورا، رقم كبير جدا، يعني هو اللي كان بيبني الهجمه مع ياسر ابراهيم ومع ربيعه بنسبه دقه 60%. محمد هاني 4 منهم 2 صح. نكمل الصوره اللي بعدها، هنلاقي في حاجه مهمه جدا لمحمد هاني، كان بيلعب دور مهم قوي النهارده في عمليه قطع الكرات، 14 مره لمحمد هاني. محمد هاني النهارده طبعا 14 مره، معلول 12 مره، العرضيات معلول اكتر واحد عامل 8 عرضيات منهم 3 صح. محمد هاني عامل 5 عرضيات منهم 2 صح. المراوغات الناجحه معلول 2 محمد هاني 1. صناعه الفرص محمد هاني 2 معلول 1 بس. ارتكاب الاخطاء 3 عند محمد هاني و2 عند علي معلول. وبالنسبه للحصول على الاخطاء، معلول حصل على خطا ومحمد هاني ما حصلش على ولا خطا. نركز في الرقم بتاع قطع الكرات لمحمد هاني 14 مره. النهارده محمد هاني كان بيلعب دور مهم جدا في عمليه الارتداد الدفاعي، لو بصينا هنا هنلاقي ان محمد هاني، نجيبها على السبوره، هنلاقي ان محمد هاني دايما كان بيتحول كارتكاز ثالث في حاله الهجمه علينا، دايما محمد هاني بيضم للعمق وبيتحول لارتكاز ثالث، ده دور مهم جدا لمحمد هاني النهارده، كان بيعمله بشكل مميز جدا. عشان كده معدل قطع الكرات بتاع محمد هاني النهارده زايد. ليه؟ لانه كان بيضم دايما للعمق، لما الكره بتبقى علينا بيزيد، خاصه ان انت بتلعب بفريق ما كانش بيهاجمك كتير، فكان في تعليمات واضحه لمحمد هاني بعمل الكفرنج هنا بيسموها الفولس باك، بيخش للعمق وبيتحول كارتكاز ثالث. عشان كده ارقام محمد هاني في معدل قطع الكرات كبيره، ارقام معلول على المستوى الهجومي كبيره، 8 عرضيات، صانع هدف، بيواصل برضو التألق. اللي بعد كده، اللي بعد كده حسين الشحات طبعا قدم مباراه كويسه. حسين الشحات ده الهدف الرابع ليه في الدوري، احرز هدف وتسبب في هدف اخر اللي هو الهدف الرابع، واكتر لاعب عامل محاولات على المرمى. ايوه، حسين الشحات 4 محاولات. يمكن كهربا في نص ساعه عمل 3،
حسين الشحات في 90 دقيقه عامل اربع محاولات، دي ميزه كهربا في الفعاليه دايما اكتر. حسين الشحات طبعا مسجل هدف، اكتر لاعب عامل محاولات اربع محاولات بنسبه دقه 75%، يعني 3 من 4 صح. صنع فرصه وقطع الكرات اربعه، فقد الكوره 5 مرات. نسبه دقه التمريرات الطوليه بتاعته 100%، نسبه دقه التمريرات القصيره 86 و87%. ليه مراوغه ناجحه واحده وارتكب خطا واحد، حصل على خطا لسه. طبعا انت بتكسب برده مكسب مهم جدا، زي ما كسبنا كهربا ناحيه الشمال بيرجع لك حسين الشحات قدام النجم الساحلي، انت محتاج كل الاجنحه بتاعتك. النهارده حسين الشحات لما يرجع ناحيه اليمين وكهربا بيتالق ناحيه الشمال مع وجود محمد مجدي قفشه، ويرجع لك ان شاء الله وليد سليمان ورمضان صبحي، ان شاء الله مباراه النجم تكون اقوى واشرس على المستوى الهجومي. برضو عمرو السوليه، عمرو السوليه النهارده بيصنع هدف عالمي بكعبه لكهربا، يمكن لو استاذ سمير جابه هنلاقي كعب عالمي. هو تاني اكتر لاعب عمل تمريرات طوليه بعد علي معلول، عامل 13 تمرير طولي. عمرو السوليه زاد اكتر في الشوط الثاني، يعني الشوط الاول ما كانش موفق قوي، الشوط الثاني مستواه عالي قوي، عمل 13 تمرير طولي. اهو ده الكعب بتاع كهربا، كعب عالمي من عمرو السوليه في الاسيست، اكتر لاعب عامل تمريرات طوليه 13 تمرير طولي منها 10 صح. بالنسبه لمحمود متولي برضو، محمود متولي حتى خروجه كان هياخد يعني اعلى تقييمات. محمود متولي كان مقدم مباراه كويسه جدا، يمكن الاصابه في استعاده الكره الثانيه وفي الاستحواذ على الكوره كان مقدم مباراه كويسه جدا. يعني محمود متولي لغايه ما خرج قطع الكره 12 مره. محمود متولي كانت السلبيه الوحيده في اداؤه ارتكاب الاخطاء الكتير، بيعمل فاولات كتير، عمل 6 فاولات وده رقم كبير. لازم الارتكاز مطلوب ان انت تعمل فاولات تكتيكيه، ولكن مش بالرقم ده. دي يمكن السلبيه والايجابيه اللي كانت في محمود متولي، ولكن محمود متولي مكسب بصراحه. لما يعني لو كان كمل كمان كان هيبقى ارقامه اعلى من كده. محمود متولي وبيلعب لك في اكتر من مركز، دي نقطه مهمه جدا. نيجي اللي بعد كده لياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم مكسب كبير جدا في خط دفاع النادي الاهلي. ياسر ابراهيم موجود، وجوده جنب رامي ربيعه ثنائي قلب دفاع مميز جدا. ياسر ابراهيم ليه رقم مميز اكتر من رقم مميز. ياسر ابراهيم النهارده في التمريرات القصيره اللعيب الوحيد اللي ما عملش ولا تمريره غلط في التمريرات القصيره. لو استعرضنا الارقام هنلاقي ان ياسر ابراهيم عامل 68 تمريره قصيره صح من 68، ولا تمريره قصيره غلط. يعني بالنسبه اللي انت بتتكلم في المدافع، فايلر عايز من المدافع ان هو يحضر الهجمه، وبالتالي ياسر ابراهيم مقدم لك النهارده 68 تمريره صح من 68، دي نقطه مهمه جدا. اما رامي ربيعه عامل 67 تمريره صح واثنين خطا. عدد التمريرات الطوليه بتاعت ربيعه 8 بنسبه نجاح 50%، ياسر ابراهيم 3 واحده من 3. معدل قطع الكرات ربيعه 17 مره، ياسر ابراهيم 13. النهارده برضو الرقم المميز الثاني لياسر ابراهيم ان هو اكتر لاعب فاز بالتحامات هوائيه، 3 التحامات في لعيبه النادي الاهلي. فده برضو فاد لك ان انت محتاج مدافع يكسب لك الالتحامات الهوائيه. ياسر ابراهيم 3 التحامات، رامي ربيعه كسب التحام واحد بس. رامي ربيعه النهارده الرقم المميز عنده ان هو كان بيروح على الجون كتير، يعني شفناه في تسديده، شفناه في ضربه راس، عمل محاولتين على المرمى منهم واحده صح. الارتكاب الاخطاء، ياسر ابراهيم ما ارتكبش ولا خطا، ودي ميزه موجوده في ياسر ابراهيم ان هو بيقطع الكوره بدون ارتكاب اخطاء، كمان بيكسب التحامات هوائيه كتير، تمريراته القصيره كلها صح. وبالتالي مكسب ياسر ابراهيم النهارده وجوده في خط دفاع النادي الاهلي بجنب رامي ربيعه، الاثنين مساكين قدموا مباراه كويسه. ولكن برده ما نقدرش نقول ان هي يعني، لان المنافس ما كانش بيهاجمنا كتير، يعني هو عمل 5 محاولات بس منهم 2 صح، ولكن الاثنين تحيه برده ليهم على الاداء. في رقم برده النهارده مميز جدا جدا ليه، محمد الشناوي. محمد الشناوي النهارده بيوصل للكلين شيت رقم كام؟ رقم 9 في الدوري، 9 في 11 ماتش. طب السنه اللي فاتت كان عنده كام كلين شيت؟ 13 في 23 مباراه، واحنا لسه في اول 11 مباراه. ايوه، يعني انت بتتكلم في ارتفاع رهيب في مستوى، في ارقام محمد الشناوي. يعني السنه اللي فاتت ارتفاع جيد في مستوى فريق. طبعا لا، انا بتكلم تحديدا على الارقام بتاعه الشناوي اللي هي مثلا يعني انت بتتكلم السنه دي بالشناوي عامل 9 كلين شيت، 9 9 حافظ على نظافه الشباك و9 مباريات. السنه اللي فاتت كلها على بعض 13 مباراه. انت لسه في بدايه، انت في ثلث الموسم. محمد الشناوي 9 مباريات باذن الله لو كمل على كده ممكن يعمل رقم قياسي في الحفاظ على نظافه الشباك. محمد الشناوي برده ما هو لم يختبر النهارده، يعني ما انقذش ولا انقاذ، ما جاتش عليه كور صعبه، ولكن الرقم ده مميز. بس هنديله نجم المباراه برده.
أيوة. طبعا احنا هنا دورنا بالحق برضو. في حاجه كنت عايز اقولها مهمه جدا، احنا هنا دورنا كاعلام اهلاوي ان احنا ندافع عن النادي الاهلي. طبعا دي حاجه مهمه جدا. قناه الاهلي قناه فئويه، لما احنا هنا يعني ايه قناه فئويه؟ دورك ان انت تدافع عن النادي الاهلي، لازم انا ادافع عن النادي الاهلي وحضرتك تدافع عن النادي الاهلي وكابتن اسامه وكابتن، لازم الناس كلها هنا تدافع عن، لو احنا ما دافعناش عن النادي الاهلي هنا مين هيدافع عن النادي الاهلي؟ فدي لازم في الفتره دي كلنا نقف ورا النادي الاهلي، ولازم ان شاء الله يكون في عدد جماهيري كبير في مباراه النجم لغايه ما نعدي المرحله دي. وان شاء الله لو عدينا دور المجموعات اعتقد ان احنا هنحصل على باذن الله هنحصل على البطوله، بس نعدي المأزق ده. بس هو مش مأزق ولا حاجه، هو لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله قدها وقدود يعني. تمام، ده بالنسبه لمحمد الشناوي، ربيعه، ياسر ابراهيم، قلنا معلول، هاني، قلنا متولي حتى خروجه، قفشه النهارده كان غير موفق مش في حالته، لعب 59 دقيقة يمكن صنع فرصة واحدة، ولكن برضه قفشة مسته في الترقيصة والتمرير الطولي. بس واضح عليه الإرهاق في الفترة الأخيرة. محمد مجدي قفشة أعتقد محتاج يريح شوية، واضح عليه الإرهاق، ولكن وجوده مهم جدا في عملية الربط ما بين الخطوط الثلاثة. نيجي لأجايي النهاردة عمل محاولتين على المرمى، الاثنين ما كانوش صح. برضه أجايي يمكن فقد الكورة 6 مرات، لسه أجايي بيمر في الفترة الأخيرة بعدم توفيق. ويمكن لما كابتن سيد اتكلم دلوقتي على المهاجم، ممكن ان شاء الله يكون المهاجم دعم كبير جدا للنادي الاهلي باذن الله. والكابتن سيد ما اتكلمش على مهاجم، الكابتن سيد اتكلم على بتكلم على صفقه بتنتهي الرتوش الاخيره فيه، لكن ما قالش مهاجم ولا مدافع. صفقه ان شاء الله تكون قويه جدا باذن الله للنادي الاهلي ان شاء الله. الاثنين البدلاء طبعا، احمد فتحي في الدقيقه 65 لعب بتضحك عليا ايه؟ بتضحك عليا. احمد فتحي نزل في الدقيقه 65، برضو احمد فتحي وجوده لعيب جوكر مهم جدا، لما نزل في الارتكاز اداك الاستحواذ، مكسب كبير جدا لما يبقى عندك محمود متولي كارتكاز، اليو ديانج، عمرو السليه، دخول احمد فتحي في ظل الاصابات الموجوده كتير في منطقه وسط الملعب، محتاج احمد فتحي، محتاج عمرو السليه، محتاج اليو ديانج، محتاج محمود متولي، يبقى عندك 4 مع عوده ان شاء الله كريم نيدفيد، يبقى حته الارتكاز ديت مهمه جدا. بعد كده نيجي لمروان محسن في الدقيقه، نزل في الدقيقه 81 مسجل هدف. يعني مروان محسن في الفتره الاخيره اخر 3 مباريات مسجل 4 اهداف، في ال3 مباريات الاخيره مسجل 3 اهداف في على التوالي. فمروان محسن بيأدي الدور المطلوب منه بشكل مميز. تمام. وبيسجل اهداف بشكل مميز جدا. اذا من هو نجم هذه المباراه؟ كهربا طبعا. كهربا 31 دقيقه مسجل هدفين وصنع هدف، اكيد لازم، وتاني اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى، كهربا بالتاكيد يستحق التحيه. وفي برضه لقطه المباراه اللي هي المدرب بتاع طنطا كابتن ايمن المزين لما راح جميله اللقطه دي. جميلة كابتن ايمن من الناس المحترمه جدا اللي دايما بيعمل كده مع معظم المدربين وكل المدربين، حاجه جميله جدا، وهي دي الروح الحقيقه. راجل محترم وراجل جميل جدا كابتن، حاجه محترمه جدا، وعملها قبل كده برضه مع مدرب وادي دجله تكيس، النهارده بيعملها مع مدرب النادي الاهلي. دي تعتبر لقطه المباراه وحاجه بتدل على الروح الكبيره يعني عند. تمام، انا بشكرك يا دكتور احمد والف مبروك. الله يبارك في حضرتك وبالتوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كابتن ناصر عباس واهم الحالات التحكيميه في هذه المباراه.